أمي، نقطة ضعفي أمي، لأنه يعني هي يعني بتأمر، يعني ما في إلا لا. الكل بيشجعني بالبيت إلا أبي، كان معارض شوي بس يعني بلش يقبل شوي، معارض فكرة إنه أدخل على يعني ميدان الفن. يعني هو كان بفكر يعني إنه الفن بيضيعني على الدراسة وعلى حياتي هيك شيء. أكتر شيء ما بحبه بالحياة هو الظلم، يعني بكرهه لأني كتير انظلمت. ما بعرف إذا العيب مني أو من اللي بيظلموني، بس كتير انظلمت. أصحابي ما بعرف ليش بيخوني، ما بتعرف ليش بيخونوك أصحابك، بس بحس إني طيب زيادة عن اللزوم، سو بلاقي حالي مطعوم بالظهر دائما. يعني بمشي أنا معهم بنية، بس هن بعدين بيصيروا يعملوا لي مشاكل مع أصدقاء آخرين أو مع ناس تانية. الموقف يعني اللي يحس في داخلي إنه هاي السنة الماضية كنت بكالوريا كمان وسقطت، مشان يعني انتهيت أكتر شيء بالغنى، ما قدرت أوفق بين الاثنين. والموقف اللي خلاني حزين هني يعني أهلنا كانوا متوقعين يعني نجاحي، إنه حتى بالسنوات الفارطة يعني قبل البكالوريا كنت متفوق بالدراسة، بس التهيت بالغنى وكل شيء سو ضيعت دراستي. وهني كتير من داخل يعني بحس إنه يعني ما في أعمل شيء. لو فتت على ستار أكاديمي وطلعت بدي كفي دراسي، يعني إذا دخولي بيحتم إنه أتخلى عن هيدي السنة كلها، بتخلى عنها.